عماني من التعهدات والتحديات ما بين الإنجازات والإخفاقات بلغة البرامج والمشاريع والأرقام، ماذا حققت حكومة السودان؟ هل حظيت بقبول الشارع؟ هل رسخت التفاهمات السياسية؟ هل ثبتت بنود الورقة السياسية على أرض الواقع؟ هل ناغمت السلطات الأخرى؟ ماذا عن معادلة العلاقات والتوازن الدولي؟ برنامج قائم على 5 أركان، ولكن ماذا غير وماذا أنتج؟ معوقات داخلية وعراقيل خارجية وما بين الاثنين، مسيرة واثقة مرة وتارة حذرة جدا. وسط هذا كله تتصاعد لغة الرهانات وتتساقط أيضا، وكل قوى تتمسك بمصالحها من جهة ومطالب جمهورها من جهة أخرى، فستمضي العجلة بهدوء لحين الوصول إلى الانتخابات، أم أننا سنشهد سيناريوهات تعيد رسم المشهد بما يلائم طموح الحكومة؟ أهلا بكم. الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن مرور عامين على حكومة السيد السوداني ما بين التعهدات والإنجازات. راح نفتحها وياكم بتقرير للزميل شيبان سامي لنتابع. مرور عامان على تشكيل الحكومة التي تبنت منهاجا وزاريا حافلا بالوعود لمواجهة فشل الحكومة السابقة. بعد منح البرلمان الثقة لحكومة السوداني، اتخذت إجراءات داخلية وتغييرات إدارية وأخرى استهدفت بلفات الفساد، فأطاحت ببعض المتهمين بإهدار المال العام، فضلا عن إعادة الإعمار السياسي على المستوى المحلي والدولي والاهتمام بشريحة المتقاعدين. تقييمي كمواطن عراقي اليوم تجاوز 50% من الوعود الذي أعطاها السيد محمد الشاعر، لكن تعلم حضرتك الوضع السياسي داخل العراق وتعلم الوضع الإقليمي داخل العراق. هناك دول مجاورة للعراق لا تريد الخير للعراق، لا تريد العراق أن يتقدم، لكن الحمد لله سنتقدم وسنمضي في النجاح بإذن الله بحكومة السيد محمد الشاعر السوداني. العلاقات الخارجية اللي هسه قامت بها حكومة السوداني ورئيس الوزراء السوداني حلوة متقدمة بالنسبة علاقاته بالصين، علاقاته بروسيا، علاقاته بالإقليم، علاقاته طيبة وزينة. وسمت الحكومة نفسها بحكومة الخدمات من خلال إطلاق الكثير من المشاريع الخدمية في كافة المحافظات التي تمثلت بالطرق والجسور، ووصلت بعض هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة وأخرى تم إنجازها، لكن المهمة لا تزال تحتاج إلى تسريع وتيرة المعالجات التي يفتقرها البلاد، وعلى رأسها حل أزمة السكن وتعيين الخريجين. اللي شفناه حقيقة من هاي الحكومة الحالية أفضل بكثير من الحكومات السابقة كخدمات، ونتمنى إن شاء الله من عنده الأفضل والأحسن من ناحية السكن والتعيينات الشباب الخريجين. عامان قضيا على ولاية رئيس حكومة وصف بصاحب اليد البيضاء، الذي ساهم بتوسيع العلاقات الثنائية مع دول العالم وتوقيع مذكرات التفاهم وإبرام العقود من أجل النهوض بالعراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا. تلك بعض إنجازات السوداني خلال توليه المنصب. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية.
أرحب بضيوفي في حلقة اليوم القيادي في تيار القسم الوطني السيد عبد الرحمن الجزاري، حياكم. حياكم الله. أهلا وسهلا. كما أرحب بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي البيدر، حياك. أهلا وسهلا. أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن، بصراحة عامان على مرور حكومة السيد السوداني، شلون تقيم؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية خاصة لقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم، حياك. يعني لا شك يعني هنالك آراء مختلفة بهذا الجانب، بعيدا عن رأيي الشخصي أو رأي الوضع السياسي اللي يمر به البلد. الإنجازات التي تحققت في هذه العامين أو عمر هذه الحكومة، أعتقد هنالك كانت مقومات للنجاح، الاستقرار الأمني مثلا لربما في المنطقة، الوضع يختلف عن الحكومات السابقة التي واجهت لربما مشاكل، زعامات واجهت قضية داعش مثلا، كان لا يستطيع رئيس الوزراء إلا أن يلبس البدلة وبالتالي يحارب. لم تكن هذه اليوم حواضن الدواعش فقط، كانت في مناطق، وبالتالي الوضع الأمني يرم الوضع الاقتصادي. بالتالي حقق إنجازات المجسرات الذي في العاصمة بغداد، لكن أنا لا أخفي لك أن المناطق الجنوبية والفرات الأوسط حقيقة لا يزال يشهد اليوم يعني وضع سيء، اليوم لا توجد مشاريع حقيقية. وضع الكهرباء إذا نتحدث وهو العمود الفقري اليوم، لا يزال العراق على كابينة المولدات وأسلاك الوايرات في كل العراق. خلينا نفصل ولم أنا مو انتقاد هذا، أنا على مود أكون واضح، هذا أنا دا أتحدث لك بوجهة نظر الشارع العراقي. يعني بالتالي اسمت نفسها بحكومة الخدمات، خلينا نبدي من الأول، هل حققت هذه الخدمات للمواطن العراقي من وجهة نظرك؟ هي حققت. نعم. إيش حققت؟ حققت يعني الخدمات لربما هذا الموضوع الاختناق المروري الذي كان يعاني من المواطن العراقي يعني، وبالتالي جزء منه اعتقد راح على المجال الصحي ايضا، يعني نشهد اليوم اكو تطور صحي صار في العراق بعيد عن الحكومات السابقه التي لم تنجح لربما للظروف. قلت لانه اكو استقرار على صعيد الاستقرار. نعم. الامن النسبي بالعراق طبعا. هل الحكومه قامت بجميع التزاماتها؟ لا، اولا عندنا ملفين كبيرين طبعا، خلينا نتحدث بالملف الكبير. الملف الخارجي اخفقت الحكومه العراقيه وبشكل واضح، وبالتالي نعم، اولا لا يزال العراق تحت طائله القواعد الامريكيه، وبالتالي لن يستطيع السيد السوداني اخراج المحتل من العراق. هذا الفشل الاول. الفشل الثاني؟ الفشل الثاني وهو الاهتمام بالعاصمه بغداد وترك باقي المحافظات على سرب من المحافظين ما يفعل ما يشاء، وهذا اخفاق كبير جدا. أستاذ علي، إذن الحكومة أخفقت في ملفين كبيرين، العلاقات الخارجية والقواعد الأمريكية، السيد عبد الرحمن يقول أكو بيها مشاكل، أكو بيها أخفاق. نقطة ثانية، ليش السيد السوداني مركز على بغداد وترك بقية المحافظات؟ الناس تقول لك من باب الشو، هسه أي مجسر يقول لك والله حكومة يعني خدمات لأنه قدمت لنا مجسرات وبنت لنا طرق، هذه وجهة النظر صحيحة الأولى. نعم، تحية لحضرتك والأستاذ عبد الرحمن ولمشاهديكم الأعزاء. طبعا لا نتحدث عن واقع ملائكي في العراق بشكل عام وبغداد على وجه الخصوص، هنالك الكثير من الملاحظات، لكن هن يقولون العافية درجات. أتصور في موضوع التركيز على بغداد يعني وترك المحافظات، السيد السوداني شخصيا ولديه فلسفة يؤمن بالإدارة اللامركزية، هو لا يريد أن يتغلغل أو يتدخل عميقا في تفاصيل معينة تتعلق بالإدارات المحلية، وبالتالي أعطى جزء كبير من الصلاحية للإدارات المحلية المحافظين ومجالس المحافظات والسادة. طيب. نعم. أنت صلاحية تابعهم؟ أكيد، هنالك رقابة، هنالك لجان، هنالك اجتماعات دورية، هنالك اهتمام مركز، هنالك تفاعل، يعني حتى نتحدث مع بعض الطروحات التي تطرح من قبل الناشطين أو الرأي العام، هنالك اهتمام كبير بها، وبالتالي نتحدث يعني عن قضية ربما كانت غائبة عن المشهد، هو وجود إرادة حقيقية صادقة لإحداث بصمة إصلاحية وتوسيع مساحة الدولة في المشهد على حساب كل التحركات الفئوية التي كانت تحدث في المراحل السابقة. السيد السوداني رجل خدمته الظروف وخدم شعبه، ومن هذا هذه النقطة. نعم. الجنوبية والوسطى. نعم. عن الأمرين. نعم. شنو اليوم أنا عين محافظ وانطي صلاحياته وما يروح يحقق شيء؟
هذا الأمر يعني يتطلب ضغطا مجتمعيا من قبل المجتمع أو الجماهير في تلك المحافظات لتقويم أداء السلطة فيها. احنا نتحدث عن 20 سنة من الفوضى، 20 سنة من الاضطراب إلى حد كبير، من الأخفاق، من سوء التخطيط. لا يمكن، يعني شلون ضغط مجتمعي أستاذ؟ يعني المفروض المجتمع هو أول شيء، يعني هو يتحمل مسؤولية اختيار ممثليه في مجالس المحافظات والمحافظين. كان عنده برنامج حكومي وبعدين اجى للسلطة ما حقق شيء، ليش المواطن يتحمل؟ نعم، لا لا، هو المواطن عندما اختار الإدارة المحلية ذهب إلى خيارات ربما فئوية ضيقة، وبالتالي لم تحدث هنالك طفرة إصلاحية مثل ما كان متوقع. ذكرت لك أنه السيد السوداني لا يريد أن يتدخل كثيرا في مفاصل تلك المحافظات لاعتبارات ربما سياسية، قد يواجه بمعارضة شديدة، وبالتالي ترك الأمر يدار بطريقة اللامركزية التي كفلها الدستور. واللامركزية نفعت ويها المحافظات لو لا؟ والله هنالك يعني تباين او نسبيه في هذا الموضوع. بعض المحافظين استغلوا هذا الجانب وقدموا اداء، يعني كربلاء مثلا اليوم كربلاء تقدم نموذج مثالي، نموذج فريد، ربما يضاهي اقليم كردستان، ربما يضاهي بعض المدن والعواصم في المنطقه، وبالتالي هذا النجاح يحسب. يعني اذا في كربلاء هنالك بصمه، لكن نتحدث عن مثلا في الديوانيه هنالك فقر، في السماوه الى اخره. هذا الامر ايضا يعود الى الادارات المحليه وسوء ادارتها وسوء تخطيطها، وبالتالي يجب كما ذكرت حضرتك ان تتدخل الدوله عميقا في احصاء في احداث حاله من والملف الخارجي في شلت الحكومه ولا لا؟ الملف الخارجي هو ينقسم الى قسمين. الاول نتحدث عن امني عسكري استخباري فيما ذكره الاستاذ عبد الرحمن، يتعلق بالوجود الاجنبي في العراق، والاخر يتعلق بالجوانب الدبلوماسيه، احداهما يكمل الاخر. العراق حتى الان ووفق خبراء ومراقبين ومراكز دراسات يحتاج الى وجود اجنبي في البلاد لاغراض محدوده تتعلق بالتدريب، الجهد الاستخباري، نتحدث عن تنفيذ احنا عمليات. احنا شو علينا بالتقارير اللي يقولوها الخارج؟ احنا هنا محليا هل نحتاج الى بقاء الامريكان؟ نعم، التقارير المحليه التي تؤكدها المؤسسات الامنيه اننا ما نزال بحاجه في هذه المرحله، لكن يعني مساحه الدوله على المستوى الامني تتوسع بمرور الوقت وقد لا نحتاج في العام المقبل. كقائد عام للقوات المسلحه من وجهه نظره نحتاج امريكان لو لا؟ في هذه المرحلة تصور الدولة مؤمنة بهذه النقطة أن نحتاج في هذه المرحلة، لكن ربما في العام المقبل قد لا نحتاج بسبب حالة الاستقرار الأمني. على المستوى الدبلوماسي في علاقات العراق الخارجية، لا لا لا، قبل المستوى الدبلوماسي ترى احنا بالبر ما عندنا مشكلة، احنا سمانا كلها بيد الأمريكا. يعني وين الفكرة احنا نحتاجهم يسيطرون على سمانا ويضربونا شو وقت ما يردون؟ لا، مو هنا التفصيلة. يعني العراق يعني لم يستطيع الوقوف على قدميه بالمستوى المطلوب أمنيا، هو ما يزال بحاجة يعني بفضل الأمريكان. نعم أستاذ علي، والله بفضل الأمريكان، هاي الحقيقة المرة اللي يجب أن يعرفها العراقيين. صح احنا قدمنا تضحيات، عندنا مؤسسات أمنية، لكن اليوم يعني فضل الأمريكي هو من خلى العراق يقف على قدمه. طائرة الاف 16 ما تقدر تحرك متر إذا ما بإشارة أميركية. احنا عندنا فد قضية متشعبة بالارتباطات الأمنية مع الجانب الأميركي، وبالتالي فرض بعض القيود وبعض الرسوم أو صنع خوارزمية، أينما نذهب سوف نبقى بحاجة إلى الوجود الأميركي عسكريا. إذا نعم، احنا محتاجهم للأمريكا في هذه المرحلة. نعم، قد لا نحتاجهم في المرحلة المقبلة. أتحدث عن الجانب الدبلوماسي في علاقات العراق الخارجية. طيب، وهو الشق الثاني من سؤال حضرتك. يمكن اليوم العراق يمر بأفضل مرحلة على المستوى الدبلوماسي، لديه علاقات متوازنة مع الجميع مبنية على حسن الجوار، الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. هذه يعني أول مرة يصل إليها النظام السياسي بهذا المستوى. هذه النقطة لأن هذه مو مال تناقش بدقيقة، راح أرجع لك عليها حتى نتحدث بها بشكل مفصل. إذا أستاذ عبد الرحمن، إحنا محتاجين الأمريكان، والأمريكي إلى فضل إنه العراقي يوقف على رجله أمنيا. هسه نحن محتاجين ربما سنة الأخ أو البعض احنا ما محتاجهم، تتفق لو ما متفق؟ لأن اليوم أكو رأي سياسي يقول لك كل البلاوي اللي احنا بها هي من وراء أنه السيادة العراقية مخترقة من قبل الأمريكان، ومن هب ودب جاي يضرب العراق ويضرب سيادته سواء من تركيا، من الكيان الصهيوني، من الأمريكان. أنت شلون تقرأ هذه النقطة بالتحديد؟
لا حقيقة أنا أختلف مع الضيف أستاذ علي البيدر، يعني أنه موضوع الأمريكان بحد ذاته هو ويلات العراق كلها عندما كان يعني إعلان الاحتلال وضرب السيادة العراقية والاستباحة بدماء العراق الطاهرة، وبالتالي نحدث كل سنة اليوم هنالك مشاكل معقدة ما بين الحكومة وما بين الأمريكان، وسببها تفعيل الأمريكي بالتالي. وعندما نتحدث عن طاولة أنه الاستقرار الأمني أن الأمريكان خروجهم لربما يؤثر على العراق، هذا غير واقعي، وبالتالي ما حدث في عمليات يعني المحافظات الثلاثة في المناطق الغربية عندما دخل داعش اللا دولة إسلامية، وبالتالي رأينا اليوم أولاد الحشد الأبطال من كل المحافظات هبوا لنداء المرجعية، وبالتالي كان من يدعم داعش ومن يخرب بهذه المحافظات هم الأمريكان. يعني أستاذ علي قال الحكومة تشوف أن بقاء الأمريكي الآن لو أكملت الفكرة بالتالي عندما نتحدث بأنه الأمريكان تحمينا عسكريا لم يزود، وأنا مسؤول عن هذا كلامي أمام وزير الدفاع الحالي والسابقين، لم يزود الأمريكان بأي سلاح للعراق، رغم العراق دفع أموال تتعدى المليارات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يقبل اليوم لا تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن نعقد عقد صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتي أو الصين أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي دولة اليوم عندها سلاح أن تمكن. لا نمتلك رادار بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف أنا اليوم أتقبل وجود الأمريكان أنه هي أن تكون اليوم غطاء عسكري قوي للعراق؟ لا أعتقد. العراق لا يحتاج للتواجد الأمريكي، لا يحتاج لقواعد. العراق عندما كان في عام 2003 يعني بعد اجتماع لندن وبدأت المعارضة اليوم، وبعد اليوم أن يكون دستور للعراق وأن تكون حكومة منتخبة من الشعب والتصويت، لا يحتاج للوجود الأمريكي ولا قوات التحالف. الأمريكان ما ينطون سيارات طيارات F-16، نعم، سيارات مدرعة ما يسلحون بها. زين احنا اذا طردنا الامريكان سواءنا تبقى وين؟ ما يقبلون نروح نسلح من غير دوله. يعني هذه النقطه تحتاج الى الدبلوماسيه بالتالي، واعتقد الدبلوماسيه موجوده اليوم. رجعنا على الدبلوماسيه طبعا. وين المفاوض العراقي نحكي به ونسولف به؟ انا اتحدث عن المفاوض العسكري ليس الدبلوماسي، اعتقد وزاره الخارجيه. انا اتحدث عن من يسلح العراق، يعني العراق بالطائرات ممكن إذا ابتعد عن قضية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والتواجد الأمريكي ممكن أن نتعاقد، هنالك شركات كبيرة. والسيد السوداني قال لك أنا أحتاج وقت والأمريكان راح يطلعون، وين يعني المشكلة؟ يعني بالتالي السيد السوداني أمام يعني حقيقة موقف صعب جدا، يعني أمام اليوم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالبقاء، وبين رغبة اليوم إدارة الدولة والإطار والشعب العراقي، هذا طموح كل مواطن اليوم، خروج الأمريكان والتحرر اليوم. يعني التحرر ضروري. يقول لك انطيني وقت. اليوم الكتل السياسية هاجمته، الريد انتخابات مبكرة، الريد هذا الرجل ما يفيد، هذا الرجل مو مناسب للمرحلة، الرجل ما طلب إلا وقت لتحقيق هذه الملفات، ملفات يعني شائكة. أعتقد يعني الوقت كان كافي. لا اسمحي لي، الوقت كان كافي. يعني أنا مكان ما اليوم أدعم بقضية اليوم تواجد الأمريكي بأنه هنالك نتائج، لا أعتقد يعني هنالك انتهاك للسيادة، وبالتالي ما ممكن أن تعول على الوقت يا السيد السوداني وحكومة السيد السوداني ببقاء الأمريكان. أنا ما أعتقد هنالك. يعني هسه مشكلة جدول. السيد السوداني أخفق في بقاء المحتل الأمريكي في أنا العراق. أنا تحدثت عن ملفين. أنا تحدثت عن الملف الخارجي. الملف الخارجي. وأنا أعطيك دليل. أنا عندي دليل بالموضوع. عندما ذهب السيد السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلقاء بايدن، عندما كان الحوار مفتوح صوتياً وسمع كل العالم بالتالي، ما تحدث بايدن ولا السيد السوداني بعملية إخراج الأمريكان كمحتل، تحدثوا ببقاء الأمريكان بجدول زمني على أن يكون مدربين، وبالتالي هذه الصيغة. يعني إحنا ما نحتاجهم؟ أبداً. لا مدربين ولا مستشارين أبداً ولا وجود أبداً عسكر. صدقيني المواطن العراقي من جنوبه إلى شماله لا يحتاج الولايات المتحدة الأمريكية. أرحب الآن بالباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، حياك الله دكتور غالب. حياك الله. دكتور غالب، شنو رأيك بحكومة السيد السوداني بعد مضي عامين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله، هلا بك. يعني ما ادري هذا السؤال عائم، يعني ماكو فد رأي قاطع يعطي. راح اجيك بالحكي بس ارتزم عليك. شنو رأيك؟ سأقولي لي شنو رأيك بعبد الرحمن الجزائر، ممكن اقول لك اخوي وصديقي. زين سيد عبد الرحمن يشوف الحكومة فشلت في ملفين، ملف العلاقات الخارجية
وملف آخر فيما يتعلق بالخدمات من حيث الكهرباء وأزمة السكن والبطالة. يعني السيد علي البيدر يقول إحنا نحتاج بقاء الأمريكيين. أريد أسمع وجهة نظرك أنت، كيف عملت حكومة السيد السوداني على حل الملفات الأخرى؟ بعيداً عن حكومة السوداني بشكل عام، شوف من هو أعداء الحكومة؟ كل حكومة بدءاً من المالكي وصولاً لهذه الحكومة هم أهلها، هم من شكلها، هم من دعمها. يعني السيد عبد الرحمن الجزائري وأنا طالع وياه بأكثر من لقاء كان يقاتل من أجل هذه الحكومة. الآن شو صار ضد هذه الحكومة؟ لا يزال لا غالب لا اسمح لي لا أنا أقاتل على إدارة الدولة والإطار أن تكون حكومة، لكن أنا أتحدث عن الملفات استاذ غالب. اسمح لي، لكن تقول لي الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا، نجحت نجاحا باهرا؟ لا، في ملفات سارت بها بشكل صحيح، في ملفات لا تعرض بها للتلكؤ. يعني مشكلة الكهرباء لحد هذه اللحظة لم أجد حلا منطقيا لها. يعني يفترض احنا من نشوف بوادر الحل نقول اكو حل بعد سنة، لكن حتى بوادر الحل وزارة الكهرباء سنويا، يعني اول سنة من الحكومة انا الناس قلت اعذرها الحكومة ما احكي عليها بالكهرباء، لكن بعد مرور سنة ونص الصيف الماضي الحكومة ما كانت تملك شيء، فقط قالوا ان الاستهلاك ارتفع من 27 صار 48، واعتقد الرقم مو صحيح، لكن اكو ملفات اخرى نجحت. وانت قل لي في وضع مثل العراق جيب لي معصوم ينجح بالعراق؟ ما اعتقد. الاطراف السياسيه تريد شيء، ولكن هل تريد الاطراف السياسيه ان تدعم الحكومه لو تريد مصالح ومقاولات؟ انا اشوف خلافات جزء منها على المقاولات والمنافع، مو خلافات لاجل بناء الدوله. يعني دكتور غالب من يطالب بانتخابات مبكره هذا يدعو لمصالح مغريات خاصة؟ هاي واحد هاي ما احنا مو قلنا لن نجزئها. انا مع الانتخاب. شوفي حكومة عادل عبد المهدي سنة وقالوا بدلوها جيبوا غيرها. زين. حكومة الكاظم سنتين بدلوها جيبوا غيرها. حكومة السوداني سنتين بدلوها جيبوا غيرها. استقروا لكم على حكومة او سووا نظام دولة بحيث اذا راح رئيس الوزراء تبقى الدولة تمشي بشكل طبيعي مثل دول العالم. هسه هاي امريكا لندن خلي ظل سنه بدون رئيس وزراء، اي مشروع ما يتعطل. ليش؟ لانه يعتمدون نظام مؤسساتي حقيقي. اما في العراق لا، عندنا صراع على المناصب وصراع على الوجود وصراع على المال، وانا ما اتكلم على مكون، لا انا اتكلم على دوله وكل اطرافها كرد سنه شيعه، حتى يكون كلامي مو يعني موجه اذا مكون معين ابدا، اتكلم عن الجميع. شوف الخلافات بالبيت السني، الخلافات بالبيت الشيعي، الخلافات بالبيت الكردي، الخلافات البينيه بين الشيعه والكرد والسنه، كلها لو على مناصب لو على منافع ولو على مثل الكردي والكركوك. زين دكتور غالب، شنو رايك فيما يتعلق بوجود المحتل الامريكي في العراق؟ اخفقت الحكومه لو نجحت الحكومه في هذا؟ والله شوف اقول لك مبدئيا أنا لا أتفق مع كل من يقول أن بلدك محتل ويأتي وتقبل بالاحتلال. أنا لا أقبل بأي جندي يبقى في العراق، هاي وجهة نظري لم أغيرها، ولم أذكر في يوم من الأيام أن أمريكا محرّكة كما ذكر الذين الآن بعضهم يدعي أنه ضد أمريكا، بعضهم مو كلهم، بعض الذين كانوا يقولون أمريكا محررة أنا كنت في وقتها أقول لهم لا محتلة، واليوم أيضا أقول أصفها بالوصف نفسه. لكن بما أنه النظام السياسي أقر اتفاقية الإطار الاستراتيجي اللي السيد نور المالكي وأستاذ عبد الرحمن قريب من عنده قال أمريكا أنها صديقة وفق اتفاقية الإطار، وأعطوا مجالا للحكومات بإخراجها. والآن خطوات حكومة السوداني أعتقد هكذا سمعت آخر اتفاق أنهم في سنة يفترض يغادرون العراق، وهذا تطور إيجابي، بمعنى أن الوضع العراقي الحالي يستوجب أن نعطي الحكومة مجالا للحوار، ولكن ليس طويلا، لا نحدد سنة سنتين، الله محمد وعلي وياكم بلدنا الحكمة. طيب. قواتنا الأمنية قوية وجيشنا قوي. أستاذ علي البيدر قلت لي علاقات متوازنة واحترامها من الجميع، شو نسوي علاقات متوازنة واحترامها من الجميع وإحنا أجواءنا يومية مخترقة؟
نعم طبعا النظرية تختلف عن التطبيق بشكل عام وفي الكثير من المفاصل ومنها الجانب الأمني. صح العراق لم يستطع حتى الآن تحصين أجوائه على المستوى الأمني لأسباب عديدة، بعضها تتعلق بالفلسفة الأمنية والبعض الآخر يتعلق بالتدخلات الخارجية. هنالك يعني صراع ورغبة باحتكار المشهد الأمني من قبل المعسكرين الشرقي والغربي، ومن هنا يعني غابة الرؤية الوطنية في المراحل السابقة. اليوم يعني يجد العراق نفسه ملزم بصناعة واقع أمني أو تحصين السيادة، نتحدث عن الأجواء العراقية، وبالتالي ممكن أن تكون يعني إحدى الاهتمامات المقبلة. في السابق كانت هناك اهتمامات سياسية. دكتور غالب قال لك أي نعم. وجود أمريكي في العراق يعني أنه هذا نعم. احتلال ومرفوض. فمعناها نعم. أنت بالبداية البرنامج قلت لا إحنا محتاجين الأمريكا، ما معناته في هذه في هذه الفترة. نعم وهذه رؤية الحكومة، يعني أنا مو رأيي الشخصي أنه ما نزال بحاجة إلى الوجود الأمريكي لالتزامات محدودة. بالنسبة للسيادة التي تحدثنا عنها، يحتاج العراق إلى فترات طويلة، يحتاج إلى أقناع الأطراف الدولية الفاعلة، نتحدث عن واقع الشرق الأوسط، بأنه التحصينات التي سوف يجلبها سواء إذا كانت شرقية روسية نعم نعم نقنعهم وبتسليح أو أمريكية نعم، أنها لا تستخدم لأغراض خارج إطار الدولة أو مفهوم الدولة، لأن الاضطرابات أو الأحداث التي شهدها العراق يعني بعثها برسائل غير مطمئنة. نعم هسه حكومة السيد السوداني بمن نجحت؟ بأي ملفات؟ يعني غير الطرق والجسور بشنو نجحت؟ نجحت في ملف الكهرباء، نجحت في ملف البطالة، الحفاظ نجحت على بشنو؟ الحفاظ على الاستقرار بحد ذاته يعد نجاح لهذه الحكومة، وترويض الكثير من الأزمات وتحجيمها والسيطرة عليها، وبالتالي الذهاب إلى خيارات المواطن بس استقرار؟ لا يعني تمخض الجبل عن فقر مجرد استقرار؟ الموضوع يعني إمكانيات العراق والفلوس الموجودة بالعراق تكفي لصناعة واقع ترفيهي عالي. نعم لكن نتحدث عن عقبات بيروقراطية، فساد، غياب التخطيط، الكثير من الفوضى التي أتتنا من المراحل السابقة. أستاذ نعم. علي نعم ورقة حكومية السياسية. تعهدت الحكومة على نفسها مكافحة الفساد والكثير من الأمور، مكافحة الفساد شفت نور زهير قاعد يحكي بجرامه وسرقات قدام الملأ، لو كانت في غير حكومة ما كان شفنا أكو معارضة ربما حتى تبديل رئيس الوزراء؟ نعم. إيش حققت هذه الحكومة من مكافحة الفساد من الاستقرار الأمني اللي أنت قاعد تقول عليه؟ اليوم طريقة تعاطي السلطة مع المواطن أصبحت يعني مختلفة تماما، وتفاعلها وصل إلى مستويات قياسية. في السابق إحنا السادة المسؤولين ما كنا نشوفهم بس بالتلفزيون او بس بالاعلام. اي غلط، اذا شفناهم هذا الطبيعي نشوفهم ونحكي وياهم. لا مو احنا مو طبيعي، صار طبيعي عندنا، يعني المعادله مقلوبه او معيار إنجاز. الجوده مضروب. لا هذا قياس، هذا يعني بمعيار الجوده هذا يعد نجاح، انك حركت ساكن وانتقلت الى مرحله اخرى، لان انت ما تقدر بضربه عصا او بضغط الزر انك تصنع واقع مثالي للعراق. يعني هسه خلال احنا تقدمنا قصيرة. خطوه لانه تقدمنا مسؤول خطوة كان يحكي المواطن. لا حافظنا على نجاح، ازدادت يعني اليوم البيانات والاحصائيات الرسميه تقول انه هنالك طفره نوعيه في ملفات عديده في قطاع التربيه والتعليم، بناء مدارس واستحداث الكثير من المؤسسات التعليميه والجامعات، في قطاع الكهرباء هنالك تقدم، في القطاع الصحي. انت شفت في هذا الصيف نعم. اللي مضى شفت التقدم في قطاع الكهرباء؟ هنالك تقدم، لكن راح تقولي لي هل التقدم كافي؟ لا انت شفت التقدم؟ اكو تقدم نعم. زين انا عن نفسي كمواطن عراقي لا اكو تقدم. يعني انا احكي لك عن بيانات انه العراق ازداد يعني التجهيز من ساعات، لكن بعدنا نحتاج الى الارتقاء اكثر والوصول الى مستويات قياسيه بالنجاح حتى نصل الى نوعيه عاليه من الرضا. لكن شفنا التقرير، خليني أكمل الفكرة، إنه المواطن اليوم جاي يشعر بالرضا، لكن هل يصل هذا الرضا إلى مرحلة متقدمة من القناعة؟ لا. أنا نفسي عندي ملاحظات كثيرة على الحكومة، لكن في المقابل أنا جاي ألمس نجاحات تسير بخطوات بطيئة لكنها ثابتة
ولا تعود إلى الوراء، وهذا هو يعني بطيئة قبل انقضاء عمر الحكومة راح نقدر نحقق شيء. اليوم الدولار صاعد، اليوم كهرباء ماكو، اليوم بطالة أكو، اليوم ملفنا الأمني مخترق، اليوم بعض التفاصيل تحتاج إلى يمكن دورتين ثلاثة حتى تتعالج، يعني أزمة السكن، البطالة، الفقر ومكافحة الفساد. يعني ما راح يكفي وقت السيد السوداني لا يسمح، لا، لكن وضع يعني حجر أساس متين للحكومات المقبلة، سواء إذا هو كان على رأسها أو أي شخص آخر. أستاذ عبد الرحمن، أنت كنت معارض نقطة وصفت هذه الحكومة بأنها فشلت في فيما يتعلق بوجود الأمريكيين في العراق. طيب، دولة القانون وقعت تحت مسمى الصداقة اتفاقية الإطار الاستراتيجي، اليوم احنا عندنا اتفاقية أمنية مع الجانب الأمريكي، فلماذا تسمي هذا فشلا للحكومة؟ بدون من نتلفظها بأنه كلمة الفشل، يعني لربما يحسبها الأخ بعامة، أنا ما أتصورها عامة، هي لا أتصورها بخصوصية معينة. فيما يخص في عام 2011 عندما وقع السيد المالكي اتفاقية أمنية، كان الوضع يختلف عن عام 2024. عندما نتحدث عن عام 2014 عندما جددت هذه الاتفاقية الأمنية، كان هنالك ثلاث محافظات استباحت اليوم لربما بدخول داعش، وبالتالي كان يحتاج العراق، لأن لا يمتلك اليوم لا سلاح، اليوم لا قوة عسكرية، لا جو طيران، وبالتالي كان تجديد. لكن الآن أنا أتحدث، استلم السيد السوداني الوضع منطبق من جديد، وبالتالي اليوم الانحدار واضح، بالتالي على السيد السوداني. تقصد بوضع من الجليد، يعني شنو بوضع من الجليد؟ يعني الوضع الأبيض، يعني الوضع الذي كان فيه اليوم خروج داعش، اليوم عدم تدخلات، احترام سيادة العراق، الشعب متكاتف حقيقة، هنالك أمان. عندما كنا نتحدث عن وقت الطائفية، لا يستطيع أن يعبر شخص من مكان إلى مكان، لكن ما تقدر تنسى كان أكو اقتتال شيعي، أكو أزمات، أكو فساد، أكو موجودة أموال. موجودة من استلمها السيد نظام السوداني، نظام ثقيلة جدا سيدة العزيزة، نظام حديث الديمقراطية، الشعب العراقي حديث الديمقراطية، الشعب العراقي عاش 30 سنة ما عنده ديمقراطية، ما يقدر يتحدث، ما يقدر يتحرك، ما يقدر. الآن أكو ديمقراطية، بالتالي طبعا أكيد تختلق القضية الطائفية، تختلق قضية القوميات الانتزاع. ولكن أنا أتحدث، اسمحي لي، بالملف الخارجي، هل اليوم العلاقة المفروض أن تبدي؟ أول ملف هو ملف إخراج الأمريكان، إخلاء القواعد الأمريكية للحفاظ على سيادة العراق واتخاذ القرار. ليش؟ لأن هذا راح يخليك تبتعد من المصرف الفيدرالي المتزمت باقتصاد العراق، وممكن أن تجيب الشركة سيمنز الألمانية، وننتهي من قضية الكهرباء. 25/9/2025 راح يغادرون القوات الأمريكية، هاي بحسب بيانات رسمية للحكومة العراق. شو يغادرون؟ يغادرون العراق. الأعداد هاي بعد هذه بالبيان لحد سيدة العزيزة، قواعد القواعد لن تغادر. من يغادر هو أعداد عسكرية، لكن تبقى القواعد والطائرات والتدريب. ماشي. هسه خلينا نحكي، ليه دولة القانون تفضل انتخابات نيابية مبكرة من وجهة نظرك؟ تمام. أولا، استشعرت يعني قيادات دولة القانون، يعني وبالتالي من مجلس الشورى الذي يعد تقارير يعني ضوئية بواقع الحال، هنالك خطر على هذه الحكومة، وبالتالي هنالك اليوم المكون السني بدأ بالانقسامات، وبالتالي هنالك مشاكل مع الأمريكان، وبالتالي الجمهور العراقي أيضا هنالك مظاهرات للمدنيين، هنالك خروج التيار الصدري، وبالتالي الابتعاد، وجمهور كبير هذا يحمل اليوم، بالتالي لابد اليوم أن تصحح العملية السياسية بانتخابات مبكرة، وتعطي فرصة للمواطن العراقي بالتصويت، ولا أن تكون هنالك أزمة. شنطت فرصة للسيد السوداني، يعني هذه الأصوات شنطت فرصة للسيد السوداني. ليش؟ يعني سنتين كافية لحل كل هذه المشاكل؟ ليش السيد السوداني إذا هسه دخل بهذه الإنجازات اللي تحدثنا بها، المجسرات وغيرها، وأكو إرضاء اليوم من الشعب العراقي، ويدخل انتخابات كتيار أو كتلة أو كحزب، وبالتالي حال أي واحد، وصندوق الاقتراع هو الفاصل وهو الضوء الأخضر للعملية السياسية، بالتالي هل الانتخابات المبكرة هي مضرة؟ بالعكس، هي تجديد العملية السياسية، تبديل الوجوه، وبالتالي تصحيح الأخطاء القديمة، وبالتالي تجديد عملية سياسية ديمقراطية واضحة. شلون البلد يستقر؟ هسه إذا تقعد لك في بيت ويومية تنتقل من بيت البيت، هم وضعك ما يستقر، شلون دولة ممكن تستقر؟ والله أنا إذا البيت، يعني أنا ما أريد أتلفظ بهاي الجملة، إذا البيت بأرضه طبعا أشيل، ليش أنا أبقى قاعد بالبيت هذا؟
ليش تفرضين علي انه ابقى بنفس البيت بنفس المشاكل؟ خليني انتقل. انت عندك هواي التزامات طبعا، هو هذا المشروع سيدتي العزيزه، هذا المشروع طرح من دوله القانون لكن ما حد وافق عليه، بالتالي يعني الخطط الخمسيه، الخطط الخمسيه اللي اطلقتها الحكومه ويوم طيب. عندنا انتخابات مبكره راح تحقق شيء على ارض الواقع. يعني انا راح اقول لك فد قضيه، لربما يعني حل مشاكل الكهرباء، العشوائيات، قضية تشرين يوميا، مشاكل في الناصرية وفي السماوة، الفقر، المدارس اللي يتحدث أخوي أستاذ علي ما يدري أكو مدارس من طين لا يزال العراق لحد الآن وإحنا بالقرن المعرف إيش قد، وبالتالي هذه مشاكل شون نحلها ذا من جيب. اليوم الشعب اختيار لحقيقة لحقيبة جديدة للحكومة، وبالتالي تصحيح المشاكل، هذه المشاكل صدقيني ترى لحد هذه اللحظة نتحدث آنيات المكون السني مو قادر يجتمع على طاولة أن يختار رئيس البرلمان العراقي. أستاذ غالب، اليوم هسه احنا عندنا مشكلة أنه أكو خطر على هذه الحكومة، والأخوة في يقول لك انتخابات مبكرة في ائتلاف دولة القانون، هل نحن مع هذا الخيار؟ يعني صراحة هل من المنطقي يوميا نذهب لانتخاب حكومة جديدة وانتخابات مبكرة ونقول صناديق الاقتراع هي التي راح تحدد النتائج؟ لو اليوم احنا المفروض نبتعد عن هذا كله لتحقيق استقرار نسبي في العراق. لا شوف، هي رفض الانتخابات المبكرة هم ايضا غير صحيح، يعني اذا كانت رغبة جماهيرية فلا لتكن هذه الانتخابات، لكن هل ان الحكومة المقبلة او القبلها او القبلها يستطيعون حل مشكلات العراق في هذه الظروف؟ يفترض العراق في الشهر الرابع أو الخامس كان انتخابات، وهكذا اتفق زعماء الكتل السياسية في العراق، لكن أحداث غزة وعدوان إسرائيل على لبنان أجل هذه الحالة، يعني قل الحديث فيها بسبب الظروف التي قد تؤدي مو بإضعاف الحكومة، لا، قد تؤدي إلى تدمير العراق. العراق الآن أصبح في ممر الأحداث، في وسط الأحداث، صار مرتكز للأحداث. ومن يقول أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني يبعد العراق عن هذا الصراع، ومن يقول أن الولايات المتحدة العراقية لا تدخل العراق في هذا الصراع؟ إذن اليوم خلينا نفكر مو بإسقاط الحكومة أو بضعافها أو تقويتها، لا، خلينا نفكر بتقوية العراق والمحافظة على النظام السياسي كدولة، نعم، حتى نديم هذا المجال اللي صار عندنا بعد 2003، حرية التعبير عن الرأي، صار عندنا مجال لا بأس به، صار عندنا مجال تنفس في مجال معين في بعض المجالات، وين هناك حالات قتل صارت، اختطاف، فساد، ولكن ما يمكن نقارنه قبل مع 2003، قبل 2003. إذن اليوم الواجب هو دعم النظام السياسي ودعم دولة العراق. اللي يتابع الأخبار العالمية واقعاً يشير يقول هناك تقسيم مقبل للعراق، وأنا أقولها بصراحة، في 2014 و2015 من تحشيلك واحد من الرمادي والموصل تقول له تريد إقليم؟ يقول لك لا، أنا أريد دولة اتحادية. الآن تسأله نفس اللي سألته ب 2014 يقول لك نعم أريد إقليم، أريد أني أقدم بلد مستقل. والآن تابعوا البيجات والصفحات، هذا اللي يقول راح نعد جيش، وهذا اللي يقول راح نتطوع وندرب بتركيا، وهذا اللي يقول ندرب كذا دولة. زين، إحنا في ظروف خطرة تحيط بالعراق، تحيط بالنظام، تحيط بالبلد، ونفكر بإسقاط الحكومة؟ لا، اليوم نفترض أن نأجل خلافاتنا ونسأل أبنائنا بالوسط والجنوب والمنطقة الغربية شنو مشاكلكم، خلينا نحلها حتى نتجاوز هذا الخلافات الشديدة هنا. دكتور غالب، دكتور غالب، مشاكل العراقيين والله انعرفت، هل قد ما كل حكومة تخفق في تقديم المشاكل للعراقيين، المواطن اليوم تعلم على المشاكل مالته، كهرباء، بطالة، أزمة السكن، يعني والله أشياء هي من حقوق الأساسية للمواطن، لكن للأسف العراقي ما جاي يحظى بها. ليش كل الحكومات ما جاي توفر هذه الأشياء البسيطة لشعبها؟ والله هذا السؤال حقيقة سؤال جوهر وحقيقي، وهذا السؤال أنا دائما أسأله لحكومة السيد الجعفري، وإن كان عمرها قصير، وقبل حكومة العلاوي ثم حكومة المالك بدورتين، والسيد عادل العبادي وعادل عبد المهدي والكاظم والآن السوداني. هذا السؤال هو سؤال يوجه فقط للحكومة، هل إن الحكومة فقط إمكانيتها أن
تحقق هاي الأشياء أم سؤال للنظام السياسي اللي جعلنا بدوامة يعني خلى إيد المسؤول مغلولة. اليوم لا وزير يقدر يشتغل براحته، مو معنى الوزير جيد، لا، الآن عندنا بعض الوزراء لا يستحقون أن يكون مسؤولي مدراء روضة في هذه الحكومة، مو في غير حكومة وفي الحكومات الأخرى. إذن المشكل أننا اليوم حقيقة نمر في أضعف حالاتنا كشعب عراقي وكحكومات عراقية وكنظام سياسي، والخطر يداهم العراق كلياً، مو يداهم الحكومة حتى الكتل السياسية. لذا أنا مع الأصوات اللي تقول الجلوس على طاولة الاتفاق هو أفضل للعراق من الجلوس على طاولة الخلاف. أستاذ علي، اليوم المواطن ما يريد شيء من الحكومة، المواطن ما إلى علاقة بالاتفاقات والتوازنات الدولية وبالورقة وبالإطار الاستراتيجي، كل هذا ما إلى علاقة. اليوم المواطن يقول لك أنا أريد أبسط الخدمات حتى أوافق على هذه الحكومة، أدعمها أو ما أدعمها. شنو اليوم اللي يخلي المواطن في المناطق الغربية يفكر بالأقاليم؟ وين وصلنا أستاذ علي؟ نعم، يعني للأسف ما ذكره الأستاذ غالب الدعمي حقيقة، يعني وحقيقة مرة، أنه هنالك اليوم تفكير ذهب إلى خيارات متطرفة، البحث عن أقاليم أو حتى البحث عن تقسيم البلاد بسبب وصول المواطن إلى درجة متقدمة من القنوط والياس، أنه لا يوجد أي مساحة للتفاؤل أو أي ضوء في نهاية النفق كما يقال، أنه ما نزال نحن أسرى للصراعات السياسية. اليوم نجد أن هنالك رؤى هي تتحدث عن أنها بالضد من الحكومة، لكنها تعارض الدولة أو تعارض النظام السياسي، وهذه الكارثة نتيجة غياب النضج في المنظومة السياسية من 2003 لحد الآن. نعم، صحيح، غياب نضج سياسي واضح جدا. كل يعني التجارب السياسية التي تعد فتية مرت بمراحل شبيهة للواقع العراقي. خلينا نحكي بصراحة أستاذ علي، اليوم أكو ضغوطات على السيد السوداني، يعني الرجل يريد يشتغل ويريد يصلح وبس ما إلى مساحة كافية. الموضوع أكبر من الضغوطات، هنالك حالة من التسقيط يعني تعرض لها السيد رئيس الوزراء، وتسقيط ممنهج من ويعني أحيانا من حلفاء، أحيانا من أصدقاء السيد السوداني. يعني النقطة التي تحسب له أنه ذهب في خيارات يعني الإصلاح، الخدمات، أبعد مما كانت تتصور المنظومة السياسية. السيد السوداني يقدر يبدل وزير اليوم بلا ما تعترض الكتل السياسية؟ لا، صعب لأي رئيس وزراء أن يستبدل أي وزير دون الحصول على توافق والوصول إلى مفاوضات متقدمة. وأتصور أنه الحديث سابق لأواني عن هذه النقطة، هو مقيد إلى حد كبير، لكنه رغم ذلك يمتلك إرادة حديدية ويمتلك نوايا طيبة ومنهاج قويم، ويمتلك بعض الدعم الإصلاحي من قبل الكثير من التيارات السياسية الراغبة باستمرار هذا النظام السياسي، الراغبة بإحداث طفرة نوعية في مجال الإصلاح. يعني الكتل السياسية تريد الإبقاء على السيد محمد الشاع السوداني وفق ما هي ترى؟ نعم، يعني تريد شخصية تتحكم بها. هي كانت تتصور قبل أن تأتي بالسوداني أن السيد السوداني سوف يكون أداة بيدها، لكن السيد السوداني تمرد على الكثير من القيم والأعراف والمفاهيم والثقافات السياسية. شنو يعني تمرد؟ يعني ما خلاهم، يعني شنو المسألة اللي خالفهم بها؟ إذا هو وزير ما جاي يقدر يبقى. ما خلاهم يعني يحققون الإرادة الفئوية الحزبية الضيقة التي كانوا يتصورون. ما اريد اذكر اسماء، لكن هم يعني كل التيارات السياسيه هم الشيعة والسنة، لا الشيعة والسنة والاكراد كلهم كانوا يتصورون ان السيد السوداني راح يمشي على مزاجهم، لكنه خالف بمستويات معينه، وبالتالي يحاولون التنغيص، احيانا التنمر على الحكومه او افتعال ازمات جانبيه للتلويح للسوداني. العمليه ابتزاز، انه انت اذا ما تسوينا هذا الشيء احنا راح نبقى نزعجك نشغلك، لكن أو الرجل نطالب بانتخابات مبكرة في كل شيء. الرجل أحيانا ينطيهم كما يقال هاي شو كانت خاصرة هاي سالفة دولة القانون لا مشروع هذا أجل دولة القانون. نعم، كل شيء يعني كل شيء. زين أستاذ، تعتبر أنه الانتخابات المبكرة هي ورقة ضغط على السيد محمد شاع السوداني؟ يعني أنتوا تبتزول الرجل؟ يعني ابدا، احنا اول يعني المشاركين طبعا في اداره الدوله والاطار والحلفاء. نعم، الذين اتوا بالسيد السوداني كانوا داعمين، واي نجاح
اليوم على أرض الواقع اليوم هو نجاح للإطار وإدارة الدولة وللحلفاء. عملية يعني عرض هذا المشروع أعتقد تبنته مشروع دولة القانون تبنوه لأن هنالك مشاكل كانت لا توجد لها حل يعني، وبالتالي هاي التهيجات اللي كل يوم نسمعها اليوم، ماكو مشاريع، ماكو خدمات، عشوائيات، الاختراقات الأمريكية للسيادة العراقية، اختراقات الحدود، المشاكل بين الإقليم والمركز اللي لم تحل لحد الآن ولكن حلول ترقيعية بقضية الأمور المالية، المشاكل مع ميناء الفاو وميناء مبارك والكويت وكذا لحد الآن ملفات كبيرة جدا. من يقول للرئيس الوزراء القادم راح يقدر يحل؟ أنا أعتقد هو طبعا ملفات كبيرة، ولكن ربما تغيير الانتخابات بواقع الحال، لأن مستخرجات هذه الحكومة أتت بوقت يعني صعب جدا. أنت تعليمي كل زين، اختلاف التيار الصدري مع الإطار وخروجه، وبالتالي مشاكل كبيرة واستخراج السيد مصطفى الكاظمي. بس كانت أكو حكاية بالشارع العراقي. نعم؟ يقولون كانت أكو حكاية بالشارع العراقي يقولون أنه السيد محمد الشاع السوداني من دولة القانون، لذلك سيكون ميال السيد المالكي. ولا يزال أنا أعتقد هو طبعا من رجالات حزب الدعوة الإسلامي ولن يخرج عن هذا الخط، ولكن عندما تكون اليوم السلطة بمستخرجات جديدة بواقع الحال أكيد هنالك لربما اختلاف بالرأي موجود الآن، يعني من يدعي هنالك اختلافات بين السيد السوداني والإطار، السيد السوداني انعزل عن الإطار، هذا لا غير موجود، الاجتماعات متتالية. السيد السوداني عندما دخل للانتخابات كمرشح لرئاسة الوزراء مستقل، ما قال أنا بحزب الدعوة، يعني هو عنده لا كان عنده تيار الفراتيين اعتقد يعني، اي بس من قال كان انا مستقل ما تابع لي جهه بالضبط مستقل اي بس مستقل. ما معنى انا احكي على الجذور باختصار شنو علاقه السيد محمد شاع السوداني بالمالكي؟ لاننا نسمع انها مضطربه فرد والله اسمع من اني يعني قريب على مشهد الاخوان يعني السيد رئيس الوزراء والسيد المالكي، وهاي المناسبات الاخيره يعني حقيقه اشاهد انه اكو تقارب موجود، ولكن اختلافات بوجهة نظر قضية طرح مشروع الانتخابات المبكرة لا أكثر ولا أقل. لا أكثر ولا أقل. نعم. دكتور غالب بأقل من دقيقة شلون تقرأ العراق وين راح يروح بهذه المعطيات؟ اليوم إحنا عندنا أزمات إقليمية ودولية، واليوم إحنا عندنا أزمات كارثية أستاذ غالب. والله الوضع خلينا نبدي من الاقتصاد ومن حرب غزة وبيروت وانت نازل شنو يعني وضع العراق؟ يمر في ظرف عصيب جدا. شوف العراق الصفحة أو الجهة الرخوة الخاصة الرخوة في كل المنطقة، يعني لا يمكن نقارن بإيران هاي القارة وصناعتها وأسلحتها وتحملت الحصار 40 سنة. العراق لا يصمد أمام الحصار سنة واحدة بل شهر واحد، لذلك المقبل خطر على العراق ويتعرض العراق ربما لأزمات. الحل هو الحلم والحكمة والتأني والجلوس على طاولة مستديرة تجمع كل الفرقاء اللي يفكرون ببناء العراق والحفاظ عليه. شكرا جزيلا الباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، حياك الله، وشكرا جزيلا على ما تفضلت به، القيادي في تيار القسم الوطني سيد عبد الرحمن الجزاري، حياك الله شكرا، الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، حياك الله شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذن ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم سيكون بأبرز ما جاء في منصة إكس لمرور عامين على تشكيل حكومة السيد محمد الشاع السوداني، لنتابع.
الحصاد انتهى لهذا اليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.